مترابط. تعالوا معنا إلى ابن تيمية لتعرفوا ماذا يقول في الإمام الرضا. بعد مو علي بن أبي طالب، ها، حتى عنده مشكلة وياه. منو؟ الإمام الرضا. أنا ما أدري ماذا يضيره إذا كان الإمام الرضا ماذا؟ أعلم أهل زمانه، أزهد أهل زماني. لا لا لا، ما نتكلم لا عن العصمة ولا الناصب ولا الإمام الإلهي أبدا. لا، إمام من أئمة المسلمين اللي هكذا الأئمة ماذا يزورون قبره لاستجابة ماذا؟ الدعاء. قرأنا لكم، انظروا هذا الإنسان يظهر منه هذا الرجل عندما تأتيه مشام واسم أئمة أهل البيت تأخذه العزة بالإثم. أصلاً اشمأزت قلوبهم. تقول لي سيدنا لماذا تتهم الناس؟ أقول جيد، أمامكم الآن ماذا؟ منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد راشد، اللي هي الطبعة اللي هي المعروفة، يا طبعة اللي هي الطبعة، الطبعة اللي 4 مجلدات، في صفحة 560 من الكتاب. التفتوا، الطبعة 560 من الكتاب، المجلد الرابع. الطبعات القديمة الجلد الرابع صفحة 60. العلامة الحلي قال: وكان ولده، يعني ولد الإمام الكاظم الرضا، أزهد أهل زمانه وكان أعلمهم وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا. هذا بعد قرآن 20,000 لا أقل حديث له ويكفر. هسه تعالوا، من وصلت إلى مشام ابن تيمية، مدح لمن؟ للإمام. ما بها لا عصمة ولا إمامة إلهية ولا ولا. يقول: وأما قوله إنه كان أزهد الناس وأعلمهم، فدعوى مجردة بلا دليل. جنو؟ مشكلة عنده، مشكلة عنده واقعا مع أهل البيت. واقعا ما أدري ماذا أقول في قلوبهم، مرض أقول، أقول مبغض، أقول حاقد، أقول ناصبي، والله لا أعلم ماذا أقول عنه. والبعض لعله عتب عليه، قال: لماذا سيدنا تقول أنه لم تجد ناصبيا أكثر نصبا ماذا لأهل البيت ممن للنبي ولأهل البيت ممن من ابن تيمية؟ هذه أعزائي اقرأ، أنا أقرأ لك عبارة: فكل من غلا في شخص. هسه شنو قال هو؟ ما هو الغلو؟ ما أدري والله، قال بأنه كان أعلم وأزهد ملا. ليش غلو هذا؟ فكل من غلا في شخص أمكنه أن يدعي له هذه الدعوة، كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه؟ منو قايل؟ منو قايل هو أعلم الناس؟ منو أعلم منه؟ يقول: كالشافعي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي. المعروف أنه كان خادما ماذا للإمام، يقول أعلم ممن من الإمام، ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء. هذا ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا أبدا. أصلا بين في الإنسان عادي، كان مولانا كان يشتغل بالسوق، تاجر كان مولانا. أصلا إمام الرضا ما كان عالم حتى يعطي ماذا حديثا، مو أنه حديث واحد يأخذه منه ماذا 20,000. لا لا أبدا. مو أنه أبو الزرع يستملي منه ماذا الحديث، لا لا أبدا أبدا. لا يوجد أحد من المشايخ أبدا، أساسا لم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا، ولا روي له حديث في الكتب الستة. لا، قد أوافقه هنا. لماذا؟ لأنه من كتب هذه الكتب الستة كان مطبوعا بطابع ماذا؟ ها، تعرف أنت. نعم، هذا لا يدل، ولكن هذا يدل. التفتوا، نعم، وإنما يروي له أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخا عن آبائها فيها من الأكاذيب. كل اللي المنقول عنه شنو؟ أكاذيب. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني من شنو؟ من الأكاذيب. من الأكاذيب. شنو لا طائلات ملا. وأما قوله أنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا، فهذا من أظهر الكذب. أصلا ماكو كذب أكبر من هذا. هؤلاء فقهاء الجمهور المشهور، فقهاء الجمهور لم يأخذوا عنه ما هو معروف. لعد منه؟ يقول: نعم، بعض أواسط الطلبة أخذوا بعض الروايات من المتوسطين في العلم من أمثاله ومن هو دون المتوسطين.
يعني لو كان بيده أن يشتم وأن يلعن لفعل، ولكن بعد لا يستطيع. يقول وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور، الناس نكرات مولانا أخذوا منه، فهذا لا ينكر. فإن طلبة الفقهاء، مو الفقهاء، طلبة طلاب تلاميذ، تلاميذ، فإن طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين في العلم، ومن هم دون المتوسطين، فأخذوا كم رواية ممن من هذا اللي أنتم تسموه منه الإمام علي بن موسى، هذا منه ابن تيمية، خلوا ذهنكم يمي، منو قال الأعلم؟ هو منو قال الأعلم؟ قال ومن أعلم من الإمام منو؟ إسحاق ابن راهويه. لا لا لا، أريد الآن أقف عند إسحاق ابن راهويه. إسحاق ابن راهويه، راهويه، خلوا ذهنكم، احفظوا لي أعزائي، أعلم من الإمام الرضا منو؟ إسحاق ابن راهويه. تعالوا أعزائنا إلى إسحاق، إلى إسحاق ابن راهويه، لنرى ماذا كان يفعل عند الإمام الرضا. أصلا كان في المجلس وما كان في المجلس، كان في مجلس نيسابور أم لم يكن؟ خلي ذهنك يمي. وإذا كان كيف تعامل مع الإمام الرضا؟ هذا كتاب أعزائي كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، أشرف على طبعه أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، الجزء الأول صفحة 22. يقول لما دخل علي بن موسى الرضا نيسابور على بغلة شهباء، فخرج علماء البلد، يعني لم يبقى أحد في طلبه، منهم يحيى بن يحيى اللي يعادل بأحمد بن حنبل، هسه ما أريد أدخل في تفاصيله، ومنهم إسحاق بن راهوي. إذن كان من الذين خرجوا لماذا؟ للإمام الرضا. وأحمد بن حرب ومحمد بن رافع ماذا فعل؟ فتعلقوا بلجام دابته، توسلوا إلى الإمام الرضا. شلون توسلوا؟ تعلقوا بلجام دابته، واقعا وقفوا وأخذوا لجام دابة الإمام الرضا، ويا لهم من فخر أنه يأخذون، لأن الناس قبلوا ماذا؟ حافر. قبلوا مكان حافر بغلته عليه أفضل الصلاة والسلام. وده احنا من نقول لتراب مقدمه الفداء، أو نقبل تلك التربة التي كذا، هذا غلو، هذا غلو. ماذا أقول لكم؟ والله ليس لي كلمة إلا أني أشفق على علمكم وعلى فهمكم وعلى معرفتكم بالدين ومقاييس الدين. يقول فتعلقوا بلجام دابته، فقال له إسحاق، تبين من اللي كان لازم لجام الدابة؟ منه؟ إسحاق ابن راهوي. عجيب، هذا غير أعلم من الإمام الرضا يلزم يتوسل بالإمام الرضا، لا بلجام دابة الإمام.